أول رسالة بقى. أنا مش عارفة أنتي واقفة عند أنهي واحدة، يا بنات بس في واحدة لازم ما ينفعش يلا نعديها قوليها. بجد؟ نبدأ بيها. طيب، في واحد داخل على جروب بيسأل الرجالة، لو مرات حضرتك قاعدة جنبك وطلبت منك تجيب لها مية تشرب، هتجيب لها ولا لا، مع تفسير السبب لو لا، مع العلة. ده مع جدال. التعليل اسمها. في جدال على الموضوع ده، وان ده بيقلل من هيبة الراجل. وانا مش عارف ايه، في جزء مقطوع معارضة تقريبا مع الكلام ده، بس من وجهة نظرك قولي، لو زوجتك المستقبلية، لو انت مش متزوج، او للمتزوج ومراتك، يا جماعة لو مراته طلبت منه. بصي بقى، في واحد ردت قايل ايه. حبيبي خيركم لأهله، ما هو اللي دافع فلوس المية، هو القوام بالإنفاق، وممكن بالمساعدة في البيت لو هي تعبانة أو في ظرف، إنما إيه اللي يخلي راجل يقوم يخدم الست وهي جنبه أيا كان مقدار الخدمة دي، فرضا إنها بريئة ومش لئيمة وبتتكاسل وبتضيع هيبته واحدة واحدة. سؤال هنا، ليه هي ما تقومش تجيب المية لنفسها؟ يا جماعة ده عبث عبث، والله العظيم عبث. انا من كتر ما هو عبث فعلا انا مش عارفه، مش لاقي حاجه اقولها، مش عارفه ارد. عطشانه يا بيه، في طلب الميه من جوزها. عطشانه والنبي يا بيه، مش معقول يا جماعه، مش معقول هذا الكم من التفاهه والعبث بجد. يعني احنا العلاقات بالاساس هي علاقات انسانيه، هي العلاقات بايظه اصلا، ناقصها ميه. يعني العلاقات اصلا، ما لو قالت له اعمل لي كوبايه شاي في ايدك معاك، يعني عادي جدا. على فكره في رجاله لزاز قوي بيطبخوا ساعات، يساعدوا ساعات، مش بس يجيب يديها الدواء، يحن عليها، يعني ده الطبيعي. هو ده الطبيعي فعلا، هو ده الطبيعي. يعني عشان كده انا مش عارفه اعلق، ده الطبيعي جدا جدا يعني. يلا طيب يا بنات، عاوز اخد رايكم، افيدوني. انا واحده من البنات اللي اتعقدت من الجواز من كتر اللي بتشوفه حواليها، وعارفه ان صوابعي مش زي بعضها، مع العلم اني اتخطبت مرتين ايام الكليه، مره عن حب وقعدت سنتين، ومره صالونات وقلت شكرا كده خلاص مش هفكر في الموضوع ده تاني. ومع اللي يشوفه مع اصحابي واغلب الناس اللي بقعد معاهم، اتقفلت خلاص، بقيت اسمع سيره الجواز او حد متقدم لي قلبي يتقبض. ودلوقتي انا داخله في 28، قال لي يعني 28 ده كتير ماشي، وحد متقدم لي واهلي ضاغطين عليا اقعد معاه، رغم اني مش قادره حتى اخد الخطوه دي ولا مستقبله الفكره، بس وافقت بعد ضغط شديد. فياريت تقولوا لي ايه المفروض اعرفه منه عشان اعرف شخصيته، وايه الاسئله اللي ممكن اسالها له علشان اعرفه، مع العلم ما اعرفش حاجه عنه خالص، افيدوني. يلا يا دودو افيديها. والله انا شايفه ان ايه الاسئله اللي تسألها؟ الموضوع مش اسئله، الارواح بتلتقي، عارفه ازاي؟ هو هيتقدم لها، هيقابله بعد مثلا في النادي، هيقابله بعد، هيجي لها البيت رسمي نظمي فهمي. ده بيختلف، انا رايي تتقابلوا في النادي مع الامهات، مع يعني او في كافيه او كافيه بره يعني، او اي حاجه، وتبقوا قاعدين وتشوفي الاول هل الارواح التقت، يعني من نظرة عين كده في قبول الأول، لأن الناس بتعمل بيحصل ما بينها قبول ببصة العين الأول. لقيتي القبول ده ابدأي، سيبيه هو يبدأ الأول، وخليكي مثلا إيه مستقبلة وبعدين تردي. لقيتي لطيف اسألي اللي أنت عايزاه. الموضوع ده ملوش قواعد معينة، مش هنقول واحد السؤال الأول السؤال التاني، مثلا اسألي أنت بتشتغل إيه؟ ايه اكتر حاجة بتحبها في شغلك مثلا، كفتحة حديث. بعد كده خشي على الاسرة، مين انت، اخواتك ايه، بتعمل ايه. يعني يا جماعة دي واحدة اتخطبت مرتين، مش معقولة هتقعد مع واحد مش عارفة تسأله ايه. يعني انا عندي مشكلة في ان هي متعقدة من تجربتين. يا جماعة هو انتوا فاكرين ايه؟ يعني هي الناس متصورة انه احنا بنكبر بنتجوز بنخلق بس، يعني مفيش تجارب، مفيش كعبله. طب اصلا انا هفهم نفسي ازاي وبحب ايه وبكره ايه لو ما دخلتش تجربه واثنين وثلاثه؟ انت ليه حاسبه على نفسك ان في خطوبتين واتعقدت؟ ما يبقى في 10 خطوبات. هي الخطوبه معموله ليه اصلا؟ عشان الناس تعرف بعض بالظبط. ولو مش جواز ما اتفقوش بالظبط كل واحد يروح لحاله،
هي الخطوبه ده دي وظيفتها، فانت مش محتاجه تبقي خايفه ومرعوبه عشان انت داخله على خطوبه ثالثه، انت محتاجه تبقي واثقه من نفسك. على فكره هي مش داخله على خطوبه ثالثه، فرصه ثالثه، هي داخله على تعارف. اه بالظبط، التعارف الاول وبعدين نفكر اذا كان هتبقى خطوبه ولا لا. ما حصلش حتى نصيب في ثالث رابع خامس خطوبه، ده مش غلط. الخطوبه مش معموله غلط. علشان كده بس انا بحب الاسئله، انا بحب الاسئله وبحب الاسئله الافتراضيه كمان. يعني بحب الناس تدخل جوه بعض بالاسئله، يعني الاسئله الافتراضيه اسئله لطيفه من اول قعده مع يعني بتحب ايه، بتكره ايه، مخطط لمستقبلك ازاي، شايف نفسك فين بعد 5 سنين، يعني عادي عادي قوي 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 قوي، اي حاجه شبه الحاجات دي هو كمان يسالها. انا اصلا مش هنضحك على بعض، تعجب يعني ببعض الاول، تعجب ببعض. بصي انا مع مدرسة انه انا اعجب بيك لما اعرفك، لكن انا هاعجب بيك من غير ما اعرفك لا مش قوي كده، يعني القبول 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 شكلي عجبك، شكلك عجبني، ابدا اسالك، هيدي مناخشي كده، يمين شمال، الحديث رايح جاي بدون قواعد، يعني بدون قواعد مكلكعه، يعني لا بدون قواعد مكلكعه طبعا، بس نسال ونتعمق ايوه نتعلم. اصل احنا نازلين عشان نعرف بعض، فهنعرف بعض ازاي؟ ما فيش طريقه ثانيه غير وانا مع ان الاهل يسيبوهم قاعدين على الترابيزه لوحدهم، يعني ايه؟ ما يبقاش تحت المجهر، يعني ممكن يقعدوا على الترابيزه جنبهم، فاهمه؟ يبداوا هم يتكلموا، يبداوا والله واعملي بقى ايه سيم مع ماما، اللي هو لو حركتي شعرك الناحيه اليمين الحقيني، خديني مش عايزه اخلع، لو وقعتي مش عارفه ايه على الارض سيبيني كده، يعني يبقى في اكشن يعني.